اهلا وسهلا فيكم حبايبنا في ساعتنا الثانيه. وصلنا معكم الفقره شكلك الى كل سيده انيقه تهتم في مظهرها الخارجي في بيئه العمل. اليوم في فقره شكلك بنتعرف على الازياء يعني المرغوبه والغير مرغوبه في الدوام الصباحي. كل هذه التفاصيل مع مستشاره المظهر الاستاذه شيخه الحميدي، هي راح تعطينا تفاصيل كامله. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. اهلا وسهلا حبيبتي، صباحكم سعيد يا رب. اكيد سعيد بوجودك استاذه شيخه. يعني في البدايه احنا دائما عندنا نقاط اساسيه نحب انه نتقيد فيها في فترة الصباح خصوصا للدوام، الدوام يختلف بين الشركات المؤسسات أكيد. او حتى في المدارس. صحيح. ايش تنصحينا في ابرز الامور اللي نتقيد فيها؟ دائما في الفترة الصباحية لما يكون طبعا على حسب الدوام زي ما قلنا، هي شركات او مدارس او مستشفيات او جامعات، فاهم حاجة نتقيد فيها ان تكون الملابس مريحة، قصتها مناسبة للقوام، عاد لازم احنا ندخل في الاستشارات، وتكون الاقمشه الخفيفه اللي هو الحرير، الشيفون، القطن، فلما نختارها زي كذا احنا بنكون مرتاحين اكثر وقت ما نكون مداومين يعني. صحيح. فيكون عطائنا اكثر. حلو، طيب كيف نتكلم من ناحيه القوام؟ استاذه شيخه، كيف احنا نختار لانفسنا الخامات والالوان المناسبه؟ الالوان المناسبه طبعا فتره الصباحيه هي الالوان الفاتحه، هي اللي بتكون لانه بتكون مريحه اكثر. بالنسبه للقوام لو قلنا ان نبغى نختار الوان فاتحه مره ما يكون قوامنا ممتلئ عشان ما تكون تدينا زياده. لازم نعرف نركب الاكسسوارات على هذه القطع يعني علشان ما تدينا مثلا بروز اكبر او تعطي يعني نقاط معينة لمناطق أقل جمال، فلازم يكون التركيب والتنسيق جدا مهم في اللبس سواء كان في دوام أو غير دوام. طبعا احنا معانا قطع لو نتكلم عنها. بس قبل أن نتكلم عنها سيدة شيخة، برضو في شيء مهم جدا، القطع لما تيجي مخططة ألوان أسود أو أبيض أو غيرها من الألوان ممكن تكون بالطول أو بالعرض. أي صحيح. هذه كيف إحنا نفرق بينها بالقوام قوام الجسم؟ لما يكون قوامك عريض أو ممتلئ الأفضل أنك تاخذي الخطوط الطولية. لما يكون الممتلئ. أيوة. لما يكون لا أنت حابة تزيدي وزن تكون ممكن عندك نحافة شديدة، فأنت تأخذ الخطوط العريضة زي لما نختار القطع مشجرة اللي تكون تشجيرتها كبيرة، ما تلبسها المرأة الممتلئة لأنها بتزيد مساحة عندها. لما تكون ممتلئة ما تلبس الملابس اللي بتكون فيها لمعة، لأنه دائما الضوء بينعكس على الملابس اللي فيها لمعة فبتدينا مساحات أوسع. فالعكس مع صاحبة القوام النحيف، يعني تعكس، تاخذ التشجير الصغير، الرسمات الصغيره، الزخرفه الصغيره، وممكن انها تستعين في قطع بلمعه بسيطه في فتره الصباح تكون كبودي داخل جاكيت او كاشار ممكن، بس انها ما تضيف. الافضل انها ما تضيف يعني الشيء بلمعه اذا كان دوام بعد الظهر فتره مسائيه بيكون افضل. حلو، طيب احنا نشوف الان الازياء المعروضه امامنا استاذه شيخه. ايش الازياء مثلا او ايش المناسبات اللي تنفع للازياء هذه؟ هل نقدر مثلا نقول انها تناسب دوام الجامعات مثلا، المدارس، المؤسسات غالبا يمكن يلتزمون في لبس أي معين زي البنوك، اللون الاسود، الجاكيت، البنطلون، التنوره السوداء. عندك مثل هذا الجاكيت، الجاكيت هذا دحين دارج كثير وينفع مع طالبات الجامعه، ممكن تحط تحتها بدي او قطعه بيضاء او زي كذا قطعه ساده. ممتاز. ايوه، فيكون مناسب حتى للمعلمات. ممكن. طيب ايش لون التنور المناسب للزي هذا؟ ممكن تكون جينز بلون غامق، ممكن تكون يعني بالاسود ممكن، بس انا اذا افضل اذا انها تبي تحط الاسود تحط القطعه اللي هنا باللون الاسود عشان يكون في اللي هو الاتزان في التصميم. طيب ممكن كمان ان احنا نستغني عن الجينز ونضيف هذه القطعه. جميل، لانه الجينز اصلا بيغطيها. ايوه، وهذه القطعه يعني قماشها خفيف، شيفون هي بس من الشيفون الثقيل، فخفيف يعني مريح يعني جدا في فتره الصيف. جميل. فجدا مريحه. عندك برضه والمقطوع كلامك، نقدر نستخدم جاكيت غير الجنس على هال، ممكن جاكيت ابيض، اي خامه من الاقمشه. اي خامه. عندك اللي هو القطعه الساده، لما تكون قطعه ساده ممكن نحط فيها الاكسسوارات الملونه اللي تصير فيها اكثر من لون. اوكي،
اللولو الا يناسب عادي اللولو يناسب، بس ايش اللولو ما تضيفي عليه قطعه مشجره، لازم تكون ساده. ايوه الافضل كذا تكسر، يعني نكسر. في عندك اللي هو اللي لما تكون قطعه مشجره وفيها رسمات كثيره ما نضيف عليها الاكسسوارات ملونه. جميل. أي في فتره صح. الصباح ما نضيف اكسسوارات كثير ملونه علشان ما تصير بهرجه زياده والوان، وما راح يبين الموديل اصلا أي والشغل فيه، راح يضيع كله في بعض. صحيح. جميل. طيب نشوف الاصفر. عندك هذه القطعه انا اخترتها في الفتره المسائيه، مش المسائيه بس يعني دوام فتره العصر بعد الظهر، ممكن انك تلبسينها مع تنوره بيضاء تكسري. المهم انه في الالوان سواء صباحيه او مسائيه ما نضيف اكثر من 3 الوان في التصميم. جميل. طيب هذه القطعه نقدر نضيف لها شيء من السكارف؟ ايوه فيها ممكن عندك الأسود. عندك هذه السكارف هذا لو احنا شلنا الاكسسوار وجينا وحطيناها بهذه الطريقة، أوكي؟ هذه الطريقة خاطئة، هذا من الأخطاء في اللبس. ليه؟ لأنه عندك هنا فتحة الرقبة يعني مش عميقة فما تنفع أبداً، ممكن تضيفينها مع جاكيت ويكون تحته بدي، ممكن تضيفينها او انها تكون على الاقل الفتحه تكون عميقه ويكون في تخصير للتصميم فيعطي يعني شكل افضل من انه تضيفيها على قطعه مسكره كذا فما بيطلع ابدا شكله حلو. ممتاز. احنا راح نستعرض قطع ثانيه استاذه شيخه، بس برضو احنا تكلمنا عن الجزء العلوي من الازياء نفسها، نتكلم عن اختيار التنانير او البناطيل، كيف نختارها استاذة شيخة؟ يعني برضو التنانير لها ألوان، لها خامات معينة خصوصا لدوام الجامعات والمدارس، كيف تشوفين برضو اختيارها للقوام نفسه للممتلئة وللجسم النحيل؟ شوفي اللي بيكون عندها بروز في البطن ما بتاخذ الأقمشة اللي بتكون على ستريتش أو بتكون على قطن ماسك فيكون عندها بروز البطن واضح، لازم تاخذ القصات اللي بتكون لا يعني فيها وسع خفيف مو مره وسع عشان ما تزيدها كمان امتلاء. الخامات زي ما قلنا الخامات اللي بتساعد في المشي والحركه زي الحرير زي اللي هو الشيفونات حتى الجنس، اوكي الجنس تقريبا بيناسب اغلب القوام لكن اهم شيء القطعه اللي من قدام، لازم انت تعرفي قوامك عشان تعرفي تلبسي تعرفي تنسقي تعرفي تركبي القطع، لانه انت اذا ما كان عندك درايه كامله في قوامك ما راح تقدري تاخذي الالوان اللي بتناسبك ولا تقدري تاخذي القصات اللي بتناسبك، يعني مثلا زي الحزام اللي قبل شوي اللي فيه لولو اللي على الاصفر هذا ما بينفع للناس اللي بيكون عندها فيها اللي هو جسم الكمثرى، جسم الكمثرى اللي بيكون فيه شويه لانه دائما لما يكون عندنا الامتلاء من ناحيه البطن ما نحاول نحط الحزام عشان ما نحط نقطه أكثر. اللي نسميه احنا نقطه التركيز اي فيكون صعب. حلو. طيب نتكلم عن الازياء العمليه، يعني مثلا لما يكون في عندي دوام من تقريبا يوصل العشر ساعات انا احتاج قطع يعني تريحني تكون خامتها كويسه ما مثلا يعني تجيب لي الحراره اكثر، ايش ابرز الامور اللي تنصحيني برضو نتقيد فيها في الازياء العمليه لتكون مريحه؟ زي ما قلت لك الالوان الداكنه نبعد عنها اذا كان يعني عشان ما تشد نور الشمس وكذا، لما تكون مثلا عندنا في دوامنا انتقال من مبنى لمبنى زي الجامعات فيزيد عندنا الحر، نحاول انه ناخذ قطع تكون خفيفه مريحه ما تسبب لنا تحسس. يعني خلينا نقول انا لو يعني نخلي المشاهدين يستفيدون اكثر، فيه مقطع كامل تكلمت فيه عن انواع الاقمشه والانواع اللي بتكون ما تسبب اي تحسس ومسمياتها، بامكانهم يستعينوا بهذه المسميات وقت التسوق. اهم شيء اللي هو يكون طبعا اللي مهتمه في اناقتها تستعين ببطاقه الالوان الخاصه فيها، لانه كل بشره دائما نقول كل بشره لها الوان مختلفه حتى الفواتح بامكانها تختار درجات كويسه، يعني تغير يعني في الصباح ممكن البنات الجامعه يستخدموا التيشيرتات صح
تكون مرة حلوة وتركب عليها القطع. عموما الجينز مرة دارج هذه الفترة، بإمكانها تاخذ الجينز الخفيف اللي مو زي كذا، هذا شتوي، في جينزات خفيفة، في قطع اكسسوارات كمان ممكن تكون، ممكن كمان يستعينوا إذا كانت القطعة سادة ياخذوا الحقائب الملونة، يعني يكسروا السادة اللي تكون على الخصر، تكون زي الاكسسوارات اللي احنا نسميها مكملات الزي. ممتاز. طيب نشوف باقي الازياء استاذه شيخه، كيف ممكن ننسقها؟ احنا تكلمنا في البدايه عن الخطوط. يعني زي هذه خطوطها نحيفه مره، اوكي، ما راح تفيد الممتلئه جدا، لازم تاخذ خطوط اعرض شويه. عندك مثلا هذه القصه للكم، هذه القصه للكم مناسبه جدا للي عندهم امتلاء في منطقه الذراع، لانها ما حتفصله، بنفس الوقت فيها الديزاين هذا اللي ايوه اللي بيضيع، اللي نسميه يبعد التركيز. فتحة الصدر جدا حلوة، بإمكاننا نحط لها الاكسسوار هذا، وبإمكاننا كمان نركب هذا الاكسسوار مع قطع سادة. وممكن برضو ممكن نختار السلسال نفسه أستاذة شيخة اللي يكون على الرقبة نفسها. ايوه يكون جميل. ايوه وممكن الإشار، بس بس الأفضل إنه السكارف، الافضل انه يكون على قطعه ساده. عندك هذه القطعه، هذه ما بتضيفي لها شيء، مجرد حلق بيكون مع الشعر، يكون بترتيب كويس. عندك هذه اللي هو الاكسسوارات اللي مركبه على منطقه الكتف، هذا يعتبر من الدوامات المسائيه، تكسير هذا بيضيع امتلاء الذراع، وخفيف يعني القماش مناسب للفتره اللي دحين احنا فيها. واللون برضو جميل، واللون جداً. إيه؟ طيب. هذه ممكن ركب عليها التنورة السادة، لما تحطي هنا سادة بإمكانك تكسري بمشجر، لما تحطي مخطط بإمكانك تكسري بسادة، بس زي ما قلنا أهم شيء إنه ما يكون أكثر من ثلاث ألوان. ممتاز. طيب المخطط هذا نقدر نستخدمه للجاكيت الجنس إذا كان مثلا في درجة مختلفة؟ ممكن ممكن الجنس اللي هو يكون على رمادي. إيه ممكن الجنس اللي بيكون على نمط. طيب قطعة الاكسسوار الحزام الاسود اللي نشوفه كيف ممكن احنا نركبه بطريقه يعني تكون جميله وتعطينا المظهر المناسب؟ ممكن على بلوز ساده، وممكن على بلوز ابيض، و يعني برضه ممكن البني الساده اكثر شيء يعني يركب معه، والبني. انا افضل الالوان اللي بتكون غير الاسود، يعني الا اذا كان اللبس رسمي اكثر ممكن. وبرضو له مقاسات مختلفة. اي صحيح. الحزام نفسه. اي صحيح، ممكن العريض مرة ممكن يناسب للي يكون خصرها، اللي نسميه جسم المسطرة، يكون خصرها جدا نحيف فيديها رسمة خصر. اللي هو العريض. اي العريض. وكل ما كان وسطك لا في امتلاء، كل ما كان الحزام بس ما يكون في بروز البطن، يكون ممتلئ بس ما يكون في بروز البطن. ممتاز. تستخدمي اللي هو مثل الحزام اللي قبل شوي اكسسوار. جميل. واللي هو الاحزمه النحيفه. ممتاز. طيب اللي حابين يستفيدون منك اكثر استاذة شيخة، انت ذكرتي انه في مقاطع يرجعون لها المشاهدين ياخذون منها بطاقات الالوان وغيرها، وين المنصه اللي تتواجدين فيها؟ اكثر شيء في الانستغرام، عندي الانستغرام وتويتر موجود فيها الانستغرام. يكتبون شيخ الحميدي؟ يكتبوا الشيخ الحميدي، لا الانستغرام يكتبوا خبراء المظهر. خبراء المظهر اللي هو المؤسسة تبعنا في الرياض، اللي احنا بنقدم من خلال الاستشارات والتدريب. ممتاز. يعطيك ألف عافية، نورتينا وأسعدتينا بهالنصايح اللي قدمتيها. الله يسلمك. وإن شاء الله هم استفادوا، وكل سيدة أو كل معلمة ومدرسة يعني يستفيدون منها، كوننا احنا بدأنا في موسم الدوامات. صحيح. فإن شاء الله تكون الفقرة أمتعتهم وفادتهم بنفس الوقت. كل الشكر لك الشيخ الحميدي خبيرة المظهر، يعطيك العافية.